جاتنا مشاركات مرة كثير، وأعتقد الناس تبغى تعرف مين هو ضيفنا أو مين ضيفتنا المقنعة. طبعاً إحنا من بداية الحلقة قاعدين نعطي شوية معلومات، مين هذه الضيفة، مين هي، إيش بتسوي هنا، وليه مقنعة. حنعرف كل هذه الأخبار، لكن خلينا نشوف شوية مشاركات. في ناس لسه قاعدين تحاول تحذر، في شخصية كارلا حداد، أوكي، جويل برضو ممكن، الضيفة عزة، يا ريت وحشتني، رانيا سلوان والله ممكن برضو، وفي كارول سماحة، يا سلام، سلافة معمار، وفي أنابيلا. طيب احنا خلينا اقول لكم ايش فكرة الضيفة. فكرة الضيفة انه هو في برنامج وصار وقت انه احنا نستقبل هذه الضيفة المقنعة. وليش هذا الغموض كله؟ لانه في ببساطة هذه اجواء برنامج The Masked Singer اللي هو انت مين، اللي راح يعرض قريبا على MBC، ومن بعد ما عرضنا هذه المعلومات اكيد عنها خلال الحلقة، صار الوقت انه ضيفتنا تكشف عن هويتها على الهواء. تترارا، تفضلي. اهلا وسهلا. هلا، تفضلي. اوكي، انت شايفه قدامك، تمام، اوكي، تفضلي. اهلا وسهلا فيك اول شيء. مرحبا عزيزتي. في يمكن في فوق 20 أو 25 اسم احنا عندنا في الواتساب، الناس قاعده تحذر من اول. انت مين؟ نقدر نقول ولا لسه؟ ها، نشوف، يلا نشوف. خلينا نشوف. اي تنترارا. لا 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 لا، يمكن انت بتساعديني. اوكي، يلا اساعدك. يلا. تترارا، اهلا وسهلا أنابيلا. هاي، اهلا وسهلا فيك. يعني احب اقول لك انه في كثير ناس صراحه جابوها صح وقال انه هذه أنابيلا. ما اعرف كيف عرفوكي الصراحه الماسك، يعني اظن ممكن يخبي اي احد. من جد خبي الماسك والصوت غيرته بالضبط. اول شيء جدا سعيدين بوجودك، والحلقه اليوم كلها كانت غموض وحماس بس عشان نستقبلك ونعرف انت مين. قولي لنا فكره اكثر عن البرنامج. البرنامج مثل ما شفته هلا هيك عملنا، يمكن نحن جزء صغير تيزر منه. ايه، تيزر صغير ببرنامجكم. قديل حماس كان عالي، وقديل العالم عم تسأل مين هيدا عم بيحذروا. هيك لح يقضوها لمدة 45 دقيقة. اوكي، كل مشاهدي MBC رح يطلعوا، رح يلعبوا، رح كمان يحذروا. يعني بفتكر بهذا البرنامج رح يقدروا يفوتوا على قلوب العالم تيقدروا يلعبون معهم. اوكي، يعني وكيف كيف حيشاركوا في البرنامج المشاهدين؟ المشاهدين اول شيء شخصيات ما رح ينكشف عن اساميها ولا عن جنسيتها ولا عن هويتها، حتى مش عن لغتها. حتى المشاهير رح يطلعوا على المسرح رح يغنوا، الجمهور بالمسرح رح يصوت. اوكي، والمشاهدين اكيد رح يسمعوا تعليقات المحققين يلي هن كمان مضيعين. يعني ما في خبرك ولا حدا من المحققين ولا بيعرف مين معقول يكون مين موجود بالاستوديو. مين هم اصلا المحققين؟ المحققين هن مثل ما شفتوا الدعايه، سيرين عبد النور، اوكي، حسن الرداد، مهند، يا سلام، وكوساي. اوكي، رح يكونوا المحققين، وهن رح يقدروا يساعدوا يمكن الجمهور والمشاهدين ببيوتهم تيقدروا يحذروا مين الكاركتر او مين النجم يلي موجود داخل هيدا الكاركتر. اوكي، طب لو تقولي لنا معلومات اكثر، متى حيبدا مثلا؟ كيف يقدروا يشاركوا زي ما قلنا؟ رح يبدأ ب 9 ديسمبر أول حلقة، ورح تكون أول مرحلة. هو البرنامج مقسوم على 3 مراحل. أوكي. أول مرحلة يلي هي بيكتشفوا فيها الجمهور الكاركترز اللي موجودين، والجمهور يلي بقلب الاستوديو رح يصوتوا. الشخصية يلي رح تنال أقل نسبة أصوات، وهي هيدا التصويت رح يكون على أداء للشخصية. أوكي، مش على صوتها. ويغنوا، يعني يغنوا بس يغنوا صح؟ رح يغنوا مزبوط. أوكي، لكن في كمان حزورة كل حلقة يمكن تساعد المشاهد والجمهور، زي ما انت قلتي خيط حرير على حيط خليل، مسكين ما عارف يقولها. خيط حرير على حيط خليل، خيط حرير على حيط خليل، هيدا اول صعبة. صعبة شو بعلموك اياها. اوكي، سو هيك رح يصير. المشاهدين ببيوتهم اكيد عبر الهاشتاج تبع MBC The Mask Singer فيهم هن يبلشوا يعطوا ارائهم وتصويتهم. لكن عن جد الحلو بهذا البرنامج انه هو رح يكون البرنامج الاول بالعالم العربي والاغرب بالعالم العربي.
وكله مشغول بحرفية لدرجة أنه سرية تامة. البادي جاردز الموجودين مع كل كاركتير بتحميهم عشان ما يعرفوا مين، عشان ما نقدر نعرف مين. حتى موضوع جدي يعني الصوت بالريبورت يلي رح يشوفون الجمهور رح يكون غريب. طب كم عدد النجوم اللي حيكونوا موجودين أو هم المشاركين بس اللي لسه ما نعرف هم مين؟ وهل نتوقع ممثلين ولا مغنيين ولا اعطيني شوية بس كده أسرار؟ رح تتوقعي يلي ما بحياتك توقعتي لأنه بشارك بهذا البرنامج صراحة. نجوم أول شيء صف أول كلهم نجوم من أهم العالم العربي يلي خضعوا للتمثيل للغنى، في مغنيين، في كتير المواهب كلها، وفي منهم أصواتهم كتير حلوة، وفي كاركتير لح تستغرب إنه هو موجود قديه الشخصية هالنجم متواضع تقدر يكون موجود معنا بهذا البروغرام. شخصية يعني زي ما يقول completely different أو مثلا شخصية ثانية من اللي إحنا دائما نتعود عليهم. طيب أنت حتكوني إن شاء الله يعني حتقدم البرنامج، احنا متحمسين كثير نشوفه الصراحة، وزي ما انت قلتي فعلا جديد وغريب ونبغى نشوفه. بس كمان انت اليوم عشت خبرة المقنعة، كيف كانت هذه الخبرة؟ كيف كانت الفكرة؟ والله صعبة يعني انه تلبسي ماسك، نحن اصلا هلا بفتره كورونا نفس هذا الماسك حيلبسوه ولا حي يعني يتغير؟ التونيو اكثر بكثير، مشغوله بطريقه كثير دقيقه لانه مش بس على الوجه، الجسم كله، الايدين مغطى، الشعر مغطى. ما في شيء. وكمان انه قد ايه نحن هلا فتره كورونا يعني مستحيل يعرفوا، وعم نتضايق اكيد مستحيل يعرفوا عن جد، يعني ما بعرف كيف رح يعني انت بهذا الماسك، والله في ناس يعني عرفت وفي ناس ما عرفت، فما بالك لو كله تغطى. يعني هلا اذا بدي اشتغل بتبهنا شغلينا بذا ماسك سينجر كل اللوك بيتغير، مش بس الوجه. يعني أنا هون بس على الوجه حطيت الماسك، بس إفكتيف ما الجسم كله بيتغير. مثل ما قلت لك يعني في كتير احترافية بالشغل. إحنا قاعدين نشوف صراحة لقطات أنابيلا وفعلا شكل الموضوع يعني زي ما قلتي غريب جديد، ومتحمسين كثير نعرف مين هم الفنانين المشتركين. وكمان الحلو فيه أنه عن جد بخلي المشاهد ببين هو يكون انفولفد معنا. يعني حتى انا ما بعرف حدا من الشخصيات ولا ولا احد. والله صرت عندي واسطه يا انابيلا، حد هيك المحققين كمان مفكرين، لانه كمان المحققين ما بيعرفوا مين موجود، فكمان مفكرين انه انا عندي واسطه بعرف مين هن، بس عن جد ما بعرف. وحتى عم شارك ومش كل مره عم يزبط توقعاتي، بس مثل ما قلت لك في ريبورتاجات كمان فريق العمل عم يشتغل عليهم تيقدر يسهل المهمه. احنا في انتظار والله، اكيد اكيد احنا في الانتظار ومتحمسين كثير على هذا البرنامج.